كتير في انها تحقق استقلالها وتحررها، وكانت السينما جزء كبير معبر عن ده. طيب انت بدأت بقى اخيرا مرحلة التمرد يعني على او الانتقاد او رؤية بشكل مختلف، وحتى دي بص يعني مع مرور الوقت ومع تشكيل ما يسمى بمراكز القوة والى اخره، ما هو حتى سموا اللي عملوا السادات بثورة التصحيح بالظبط. لو رجعنا الفيلم زي الكرنك مثلا او احنا بتوع الاوتوبيس ده جزء من تمرد، وكانوا الاثنين ممنوعين من العرض طبعا جزء من الدين تمرد السينما على على يعني ايه انشقاق اهداف الثوره داخل المجتمع، وانه ابتدت في عناصر تستغل سلطتها بشكل ما. وكانت المفاجاه احنا بتوع الاتوبيس حتى انه لعب بطولته مجموعه من نجوم الكوميديا يعني عبد المنعم مدبولي، عادل امام، بالظبط، وحقق نجاح كبير، وتحس انه شهاده او وثيقه. الفيلم الكرنك ابداع كبير قوي لعلي بدرخان، زي ما ابوه احمد بدرخان بدا الله معنا في مرحله ما مهد للثوره. تصور انت بقى علي بدرخان بيعمل فيلم الكرنك عشان يدين جزء مما ظهر فيما بعد بمراكز القوة واستغلال للشباب واحباط معنوياتهم الى اخره، واحنا فاكرين الثنائي صح الثنائي الرائع لنور الشريف وسعاد حسني. أيه طبعا. وحتى كان في مرحله الرمزيه في الاول اللي هي على يعني شيء من الخوف مثلا، شيء من الخوف كان في رمزيه كبيره، او المتمردون توفيق صالح المصحه اللي بيصوروا عليها وبيصوروا عاملين فيها ثوره، ده جمال السينما. والقضيه 68 صلاح ابو سيف لما اتعمل شيء من الخوف طبعا وصلوا للرئيس عبد الناصر تفسيرات كثيره انه هو المقصود بعتريس، وانه انما طبعا لما تيجي تبص الفيلم هتلاقي فعلا ما يتاح لعتريس ممكن يوصله لهذه التصرفات، فشاف الفيلم وحس ان ما فيهوش حاجه وخد قرار رائع جدا بعرض الفيلم، ونزل في السينمات واتشاف يعني زي ما حصل مع الله معنا كده في يقال انه قال لو احنا بالقسوه دي يبقى نستحق. يقال خد بالك هو كان جوه الرئيس عبد الناصر برضو ملمح انساني، انه حتى الاهداف اللي هو او الصوره العامه اللي كان عاوز يصدرها للشعب هو شاف ان ده تم استغلالها بشيء او باخر، وشاف انه ده جوه الفيلم. وعلى فكرة كل الافلام اللي منعت ثبت بعد كده ابداعها الكبير ورؤيتها ونظرتها الثاقبة للمرحلة اللي طرح فيها هذه النوعية من الافلام. وهذه النوعية من الافلام تقدم نعم الروائع دلوقتي طبعا تقدر تشوفها في اي وقت، تقدر تلمس حتى لو انت مش هتعيش معاها فكريا، هتعيش معاها مع ابداعات كبيره لنجومها ولابطالها وللاخراج، وقد ايه احنا كنا متقدمين في فنيا في تلك المرحله، بغض النظر عن الفكر اللي كان مطروح. اعتقد كل المخرجين والكتاب اللي رهنوا على ان هم يطرحوا افكار للناس ويتفاعلوا بيها مع الجمهور هم اللي كسبوا الرهان في الاخر من الطرف الاخر اللي كان بيكتب وبيخرج لصالح توجه او شخصيات معينه. طبعا وما نقدرش ننسى كمان افلام نجيب محفوظ طبعًا. كمان بدات هي كمان طبعا تواكب موجه برضو اعاده الرؤيه واعاده الانتقاد، ودي حتى كانت مع موجه ادبيه زي توفيق الحكيم، عوده الروح وعوده الوعي، يعني دي حلاوه وجمال السينما ان هي كمان بتؤرخ لواقعنا ومعيشتنا وتحولاتنا. ميزه مجموعه الافلام اللي عملها في المرحله دي انها كان بتنبع من القاع والشعب والجمهور لتوصل لمرحله صدام مع اعلى طبعا حاجه موجوده. يعني كان بيقدر يعمل عمليه الربط بين القاع والقمه برؤيه ابداعيه كبيره جدا، وده اللي نجح بدايه ونهايه، وده اللي نجح الكرنك، وده اللي نجح القاهره 30 ونجح افلام كثيره جدا. ما زالت انت شايف كل الاطراف متاحه
وكل الافكار متاحه. حتى مجموعه الافلام اللي هي كان يعني بينزل فيها لطبقات المراه وهي كراقصه او الى اخره، برضو كان فيها منظور اجتماعي ومنظور طبعًا سياسي وعاوز اقول لك تشريح اجتماعي على الشاشه، وده كان شيء مهم جدا لعبته هذه النوعيه من الافلام، انها كانت متجاوزه. اعتقد ان الجزء الاضعف في الحلقه هو الجزء اللي روج لفكر سياسي محدد، بغض النظر عن ان انا بقدم فكر يعني البشر ولا لا. ودي عبارة نجيب محفوظ انه تقدر تشوف كل افلامه في اي عصر تلاقي انه طبعا انت قادر تلتمس فيها او تشوف فيها نفسك ومجتمعك وحياتك بشكل كبير. انا بشكر حضرتك طبعا، نورتنا وكنت سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. ناقدنا الكبير استاذ خالد محمود نورتنا. شكرا جزيلا. والله يعني رؤيه لطيفه وتحليه وزادت من معرفتنا بشكل كبير. ايوه تفتح المجال لنقاط كثيره ان شاء الله نناقشها في ان شاء الله في حلقات قادمه يعني. بشكرك. لان السينما فعلا محتاجه تبقى في ثوره مستمره. طبعا.